طب عايزه اروح مع حضرتك لاول فيلم ابتديته كمخرج، اصحاب ولا بيزنس؟ ويمكن كان فيلم جريء وجديد ومختلف، واعتقد انه يعني ساعتها الناس كانت مجمعه عليه، والفيلم نجح بطريقه كبيره جدا جدا جدا، مع انه كان بيناقش مشاكل يمكن كانت جريئه. فاكر كواليس اصحاب ولا بيزنس ازاي؟ لا، هي كواليس اصحاب ولا بيزنس، هو المشكله يعني المشكله كلها كانت في ان الفيلم ما كانش كده، ما كانش مكتوب كده. الفيلم اتكتب كده، يعني اتكتب بعد ما سافرنا بيروت ورحنا مخيمات عين الحلوه بتاعت الفلسطينيين. كانت يعني اخواننا يعني اللبنانيين وعائلات فلسطينيه اشقاء يعني ساعدونا في ان احنا نشوف تفاصيل صغيره قوي من حياه الناس في المخيمات. فاحنا تاثرنا جدا انا والدكتور مدحت العدل، ورجعنا قلبنا الفيلم خالص، يعني خلينا عمرو واكد البطل جهاد ده هو الـ الشخصيه الدراميه اللي احنا هنبني عليها الفيلم. واعتقد ان احنا لو كان عندنا وقت اكتر احنا كان ممكن شكل الفيلم ده كله يتغير. بس طبعا كانت يعني شجاعه من شركه الانتاج ان احنا رحنا صورنا يعني مظاهرات، و يعني في مظاهره صورتها حقيقيه، كانت مظاهره بجد يعني لان اشقائنا الفلسطينيين كان كل يوم جمعه بعد الصلاه بيعملوا مسيره كبيره جدا في المخيمات كلها، مش في المخيم عين الحلوه بس اللي في بيروت، لا في المخيمات الفلسطينيه كلها. فنزلنا صورناها، فلا الفيلم كانت حاله شجن كده، يعني ما اعرفش طلعت هي الحمد لله ان الناس حست بيها يعني.